وصلنا بقى للكونكت فور وهنشوف مين الفريق اللي هيعرف يكون اربع كور صف واحد الاول. جاهزين يا امهات؟ جاهزين. جاهزين يا اولاد تدوا لماما الكوره بسرعه؟ جاهزين. تيم ورك بقى وسرعه وكده. ماشي يلا واحده واحده على طول نبتدي بالفريق الاحمر. اديها الكوره. الله هاتي حبيبي. الله على الجاهزين. اديها الكوره يلا. اشمعنى دي؟ يلا احمر برافو على طول دخلت. اصفر يلا دخلت بقى ما دخلتش. احمر يلا يا يلا بسرعه احمر اديها الكوره جاهزه. اصفر يلا احمر برافو يا عم دورك انت. برافو برافو برافو. احمر عماله تدخل اصفر ما دخلتش ولا مره. يلا ما فيش ده انت الطويله اللي فينا. يلا احمر حلو قوي. اصفر احمر برافو فاضل لك واحده. اصفر اقفلي عليها. ما قفلتش عليكي. يلا انت بتلعبي باسكت ولا ايه؟ برافو احمر فاضل لك. ماشي يلا اصفر احمر يا ابني اديها الكوره. يلا اصفر قفلت عليكي في واحده بس عندك واحده تانيه. يلا احمر يلا يا ماما فاضل لك واحده هنا وواحده هنا. اصفر حاولي تقفلي عليها. قفلت عليكي في دي فاضل لك دي. ماشي حلو قوي الماتش ده حبيبي. اصفر يلا اصفر. قفلت عليكي تاني. احمر اصفر اديها الكوره. يلا يلا يا ماما. احمر يلا يا ماما بيقول لك. ماشي حلو قوي. اصفر احمر برافو حلو قوي. اصفر ده انت خلصتي برافو. ماما النهارده متالقه يا جماعه. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. خلصت بسرعه جدا مع محاولات ان انت تقفلي لها كل المحاولات برضو كونت صف بسرعه جدا جدا. شطاره حلاوه تعاوم. تعالوا نشوف يحيى وكنوزه يقولوا لنا ايه النهارده ونرجع تاني نكمل لعبنا وحوادثنا وحركاتنا وكل حاجه. يلا